مرحبا فيكم ببرنامج سيستم، فرصة جديدة لدورة تدريبية مكفولة العمل والتوظيف يحق للأجانب التقدم عليها إذا كانوا مقيمين في تركيا. تعالوا مع بعض لنتعرف على التفاصيل أكثر. أعلن الهلال الأحمر التركي عن عقد دورة تدريبية مكفولة العمل لخريجي الاقتصاد وإدارة الأعمال أو المحاسبة أو المالية بالتعاون مع شركة ساب الألمانية للبرمجيات فرع تركيا. وأوضح الهلال الأحمر التركي بأنه هاي الدورة تستهدف دعم الخريجين الجامعيين خاصة الشباب منهم وتوظيفهم في شركات مناسبة لمساعدتهم على تأمين سبل العيش والاعتماد على الذات. وأضاف الهلال الأحمر التركي بأنه هدول الأشخاص رح يختاروا منهم المتقدمين المناسبين للخضوع إلى دورة تدريبية لدى فرع شركة ساب في تركيا، وتابعت أنه المتدربين سيكتسبون المؤهلات الاستشارية اللازمة في مجال تقديم الخدمات لعملاء ساب في تركيا، وسيتمكنوا من الحصول على وظائف في شركات مناسبة. فيما يتعلق بالشروط أو المؤهلات للشخص اللي حيتقدم لهاي الدورة وبعدين ليتوظف، فكانت الشروط على الشكل التالي: بداية أن يكون المتقدم خريجاً جامعياً من قسم الاقتصاد أو إدارة الأعمال أو المحاسبة أو المالية أو أي أحد أفرع الهندسات، وعليه إبراز الشهادة يثبت أنه هو حاصل على هاي الشهادة، لذلك موضوع إبراز الشهادة جداً مهم. 2، أن يكون على معرفة باللغتين الإنجليزية والتركية، حتى لأنه الدورة رح تكون باللغة التركية. أن يتراوح عمره ما بين 18 و40 سنة، وأن يكون حاملاً لوثيقة سارية، سواء سارية بتثبت إقامته الشرعية في تركيا، سواء هوية تركية، بطاقة حماية مؤقتة، كملك، إقامة، حماية دولية، لأنه كل الجنسيات بحق لها تقدم. ويمكن للراغبين التقدم بطلب الالتحاق بالدورة من خلال الرابط اللي رح نحطه على معرفات حلب اليوم، بإمكانكم تشوفوه. وينتهي التسجيل في 30 حزيران. ستستمر الدورة في البداية 25 يوم، ويشترط أن لا يكون لديه أي مانع من الانتقال، لأن الوظيفة رح تكون إما في إسطنبول أو في أنقرة في حال تم اختياره. يحق لكل الجنسيات التقدم ومن كل الولايات التقدم على هاي الوظيفة. التسجيل في موضوع جدا مهم اللي هو أهم شيء في هاي الحلقة، إنه لو رحتوا أنتوا على أي فرع لأي مركز اجتماعي تابع للهلال ما حتقدروا تسجلوا، لأنه التسجيل فقط إلكتروني. ولما حتدخلوا على الرابط باللغة التركية. ليش؟ لأنه التعليم باللغة التركية، وقلنا في البداية أهم شيء يكون الشخص يتقن اللغة التركية والإنجليزية. التوفيق للجميع، معكم ل 30 حزيران. بتمنى ما حدا يراجع مراكز الهلال، وإنما يسجلوا عن طريق الرابط اللي صار بإمكانكم تدخلوا إذا كان تستحقوا هاي الشروط لتسجلوا على هاي الفرصة الرائعة للناس اللي حكينا عنهم وتنطبق عليهم الشروط. التوفيق للجميع، والسلام عليكم.